السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حروف الإملاء عندنا ب ب ب ب ب، وعليها كلمة pen pen اللي هي قلم pen. أوكي، عندنا كمان حرف الكيو كيو كيو، دائرة وعليها خط كيو، هنا زي التسعة هي البطانية. كوالت 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 كوالت. أوكي، وعندنا حرف الآر وعليه كلمة رابت، حرف الآر اللي هو حرف الراء بالعربي، آر كابيتال وآر سمول، ولازم تحفظي كلمة رابت رابت أرنب. الثلاث الكلمات هذه الإملاء أتمنى أنكم تتقنونها إتقان، وبعدين إن شاء الله بإذن الله نكمل الباقي.